Thank you for Taif Digital Institute for this great opportunity. I will speak in Arabic now. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن مفهوم يعني هو ليس قديم وليس جديد بنفس الوقت. هو مفهوم موجود دائما بين يعني بين أفكارنا بشكل يومي، هي البنوك الرقمية والتحول الرقمي. هذا التحول لم يكن جديدا، ولكن تطور وأصبح هناك تركيز كبير على هذا التحول، خاصة منذ عام 2019 عندما بدأت أزمة كورونا واستمرت لفترة من الزمن. فأصبح هناك ضرورة كبيرة للتركيز مرة أخرى على البنوك الرقمية أو البنوك الإلكترونية، وهناك فرق طبعا بين هذه المسميات. سوف نتحدث عن البنوك الرقمية، هي تكنولوجيا ستغير قطاع المصارف للأبد بكل تأكيد. هذه التقنية سوف تغير هذا القطاع بشكل نهائي، وسوف ندخل إلى مجال جديد مختلف تماما عما نعرفه من البنوك التقليدية أو قطاع الصرف التقليدي، الذي سوف يتحول أيضا إلى البنوك الرقمية أو إلى الرقمنة بشكل من الأشكال. طبعا هناك الكثير جدا من الشروط والكثير جدا من الأفكار والكثير جدا من الجهات والشركات والعملاء الذين دخلوا إلى هذا المجال بشكل مهني وبشكل حقيقي. هذه سيرتي الذاتية، لن أطيل عليكم بقراءتها، فممكن الاطلاع لاحقا أو متابعتي على منصات التواصل الاجتماعي على اللينكد إن. عنوان هذه الورشة أو ما سنتحدث عنه خلال هذه الدقائق التي أتيحت لنا للحديث عن البنوك الرقمية وبشكل ورشة سريعة ليست معمقة كثيرا، ولكن سأركز عن بعض الأفكار. سوف نتحدث عن أهم البنوك الرقمية الموجودة، ما هي التقنيات التي تستخدمها هذه البنوك. سوف نتحدث عن البنوك الرقمية باعتبارها ستغير مستقبل القطاع المصرفي أو القطاعات المصرفية المتعددة. نحن ليس لدينا قطاع مصرفي واحد، لدينا القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع المصرفي التقليدي والقطاع المصرفي الآن الرقمي والقطاع المصرفي الذي يعمل بشكل وجها لوجه أو بشكل تقليدي. نستطيع القول هناك الكثير من القطاعات والتي تنضم بشكل من الأشكال تحت القطاع المصرفي الموحد. أيضا البنوك الرقمية ستكون ثورة تكنولوجية جديدة بوجه المصارف التقليدية. هناك تحدي كبير للمصارف التقليدية لمواجهة هذه الثورة، وعليهم أن يعملوا بشكل جاد وسريع على تحويل خدماتهم بشكل رقمي حقيقي. سنتحدث عن الرقمنة الحقيقية والرقمنة الوهمية بشكل من الأشكال. ليس كل الخدمات التي تقدم عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق مثلا تطبيق الموبايل تعتبر خدمات ديجيتال بانكينج أو خدمات رقمية التي نقصدها. هناك خدمات تقدم عن طريق الموبايل آب من البنوك التي تعمل اليوم ولديها فروع، ولكن لا تعتبر خدمات رقمية 100% ولا تعتبر منتجات رقمية، وإنما هي عبارة عن خدمات تقليدية للبنوك التقليدية مقدمة من خلال واحدة من الشانلز أو واحدة من قنوات التواصل مع العملاء وهي الموبايل آب. أيضا سنتحدث قليلا عن فكرة البيئة السحابية والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية، أهمية هذه البيئة، ما المقصود بالبيئة السحابية بشكل مختصر، وكيف أصبحت البنوك بحاجة كبيرة جدا إلى تخزين البيانات وتخزين معلومات العملاء على البيئة السحابية، أو خلق بيئة سحابية تستطيع أن تخزن هذه المعلومات بشكل آمن، خاصة إن كنا نتعامل مع أعداد هائلة من العملاء. سوف نتحدث في الصفحات القادمة أو في الدقائق القادمة. بعض البنوك لديها عملاء يزداد عددهم عن سكان بعض الدول، يعني لدينا هناك بعض البنوك لديها عملاء يصل عدد العملاء أكثر من 30 مليون متعامل. طبعا نتحدث عن البنوك الرقمية وليست البنوك التقليدية بفروعها. التحول الرقمي ودوره في البنوك، طبعا هذا التحول أيضا سوف يؤثر على
الكوست أو يؤثر على تكاليف العمل المصرفي، سوف يخفض من هذه التكاليف، سوف يزيد المنافسة، سوف يرفع من كفاءة العمل المصرفي، وسوف يقلل من رغبة الحكومات في التدقيق على هذه البنوك، نظرا لأن الأمور كلها سوف تكون مؤتمتة ومبرمجة، وبالتالي يستطيع البنك المركزي ووزارة المالية وكل الجهات الرقابية الوصول إلى البيانات والمعلومات بشكل سهل وبسيط، لا تحتاج إلى إرسال مدققين ومتخصصين للتأكد من مدى توافق الأعمال مع المعايير مثلا أو مع القوانين الموجودة في كل دولة. إذن هذا التحول سوف يؤثر على البنوك التقليدية وسوف يؤثر على عملية تطوير المعايير وعملية تطوير القوانين أيضا، سوف تتغير لا محالة. وطبعا سوف نتحدث قليلا عن تقنيات البلوك تشين المصرفية وكيف أصبحت البنوك الرقمية بحاجة شديدة إلى أن تبنى على منصات البلوك تشين بشكل من الأشكال، لأنها بشكل من الأشكال سوف تستخدم العملات الرقمية في المستقبل، وسوف تستخدم أيضا العملات المشفرة. المستقبل يتغير والحاضر يتغير خلال وقت قصير جدا. طبعا سوف نبدأ الحديث أن البنوك الرقمية هي عبارة عن بنوك تقدم خدمات وعمليات مصرفية عادية مثلها مثل أي خدمة موجودة في أي بنك تقليدي أو بنك لديه فروع، ولكن هذه الخدمات تقدم بشكل إلكتروني رقمي بحت، وتكون مسجلة جميع البيانات وجميع المعلومات الخاصة بالعميل على منصات، إما منصات البلوك تشين، يعني مثلا عندما نفتح حساب هناك ما يعرف بالكي واي سي أو نو يور كاستمر التي تكون في بداية التعامل بين البنك، بين أي بنك سواء كان بنك تقليدي أو بنك رقمي. هذه المعلومات الخاصة بالعميل تسجل على منصات البلوك تشين إذا كان هذا البنك الرقمي هو بنك رقمي متكامل يعمل بشكل حقيقي على هذه المنصات أو يستخدم تكنولوجيا مشابهة لتكنولوجيا البلوك تشين. سوف نعرف لماذا هذه البنوك تستخدم هذه التكنولوجيا ومدى أهمية هذه التكنولوجيا. هذه البيانات والمعلومات سوف تخزن بشكل نهائي لا يمكن تعديله إلا بموافقة أطراف كثيرة. إذن عمليات التعديل، عمليات الحذف لحسابات العملاء، أي عملية تحايل تصبح شبه مستحيلة في البنوك الرقمية التي تم بناؤها على منصات البلوك تشين. سوف تصبح مثلها مثل العملات المشفرة التي لا يمكن اختراقها إلا بصعوبة شديدة. طبعا ربما كان هناك بعض حالات الاختراق لأسباب معينة أو كان الإعلام يتحدث عن ذلك، ولكن بشكل عام منصات البلوك تشين هي منصات آمنة جدا. سوف نعرف لماذا هي آمنة وما هو السر وراء ذلك. طبعا البنوك الرقمية ستلبي طلبات المستخدمين في أي وقت وفي أي ثانية وفي أي دقيقة، وسوف تكون الاستجابة سريعة جدا. ما هو سر هذه الاستجابة؟ سر الاستجابة أولا بناء هذه المنتجات على منصات البلوك تشين فإذا هي آمنة، والسبب الآخر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل إن أراد أن يصل مثلا إلى حسابه الشخصي، إن أراد أن يحول أموال، تكون العمليات سريعة جدا لأنها تكون على منصات سحابية أو تعمل وفق بيئة سحابية. إذن البيانات هي مخزنة على سحابة إلكترونية وليست مخزنة على سيرفرات فقط كما يحدث الآن في البنوك التقليدية. هذه إحدى التحديات التي ستواجهها البنوك التقليدية التي تعمل من خلال الفروع، فهي تقوم بطباعة وأرشفة الكثير من الحسابات والكثير من المستندات. كل شيء في البنوك الرقمية سوف يكون مؤتمت وموجود على في هذه البيئة السحابية، ولا يمكن حذفه أو تعديله دون أخذ موافقات من الجهات التي تكون متصلة بالشبكة. إذا نحن نتحدث هنا عن ثورة حقيقية لتقديم خدمات مصرفية مختلفة تماما عن الخدمات التقليدية التي نعرفها. هذا الأمر أصبح ملحا ومهما جدا، لأن العملات الرقمية والعملات المشفرة والأصول الرقمية أو الأصول المشفرة تزداد، وأيضا أصبح هناك حاجة لدى المستخدمين في التعامل للتعامل مع بنوك رقمية. لا يريد أن يضيع يوم كامل ليذهب إلى الفرع وينتظر ويبحث عن مواقف للسيارات
وينتظر إلى أن يأتي دور العميل أو دور هذا الشخص أو صاحب الشركة أو حتى موظف في شركة معينة، لا يريد أن يضيع كل هذا الوقت إلى حتى يقوم بعملية إيداع. الأمور سوف تكون مؤتمتة، التعامل مع الكاش سوف ينخفض مع الوقت، أيضا أن المستخدمين لديهم رغبة كبيرة، خاصة هذا الجيل الذي يسمى جينيريشن زد. هذا الجيل هو الجيل الذي يتعامل مع التكنولوجيا بشكل سهل أو بشكل سريع. إذا نحن نتحدث عن تغيير سوف يكون يؤدي ثورة حقيقية في الاقتصادات. عندما تتحدث عن انتقال رقمي من عالم الواقع، العالم الذي فيه الكثير من الفروع، الكثير من الموظفين الذين ينتظرون العميل ليأتي ويفتح حساب ويوقع بيده، إلى عالم افتراضي ولكن هو حقيقي، هو سيصبح جزء من عالمنا، إلى عالم تستطيع أن تفتح فيه الحساب من خلال قراءة الباركود الخاص بالهوية، من خلال قراءة الوجه، من خلال أخذ التوقيع الإلكتروني، أيضا من خلال استخدام هوية الصوت، هوية العين، والكثير جدا أيضا من التقنيات. الآن تم تطوير تقنيات للتأكد والتثبت من شخصية المستخدم أو العميل من خلال البصمة التي تنظر في شرايين اليد وليست البصمة الخارجية للإصبع. هذه البصمة أيضا هي عبارة عن أجهزة يتم تطويرها وقد بدأت بالعمل في الكثير من الدول، هي تكون موجودة في منزل أو مكتب المستخدم نفسه. يعني العميل لديه مثل جهاز صغير، هذا الجهاز يضع فيه يده حتى يتأكد البنك الرقمي من أن هذا العميل هو صاحب هذا الحساب، ربما يكون في هذا الحساب ملايين الدولارات، ربما يكون هذا العميل قد حصل على تسهيلات مصرفية كبيرة، وبالتالي يجب أن يتم التأكد بشكل كبير من مصداقية هذا العميل أو تأكد من شخصية هذا العميل وبشكل نهائي وكبير جدا. إذا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سوف تنقل الاقتصاد إلى مكان جديد مختلف تماما عن الاقتصاد الذي نتحدث عنه. طبعا وجود البنوك الرقمية وزيادة المصداقية في الأرقام التي تصدرها هذه البنوك كأرباح ومصداقية أيضا العمليات وعدم القدرة على تعديل هذه العمليات بسهولة بسبب استخدام منصات البلوك تشين مثلا، وسرعة التواصل وسرعة إنجاز الأعمال بسبب وجود يعني أحجام كبيرة أو وجود مساحات ضخمة وهي البيئة السحابية التي تحيط بهذه البنوك، كلها سوف تؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال وإلى دقة هذه البيانات والمعلومات للبنوك، وبالتالي سنحصل على أرباح حقيقية صافية في الاقتصادات. هذا الأمر سوف يؤدي إلى نمو اقتصادي كبير للدول التي بدأت في ترخيص هذه البنوك. وطبعا البنوك الرقمية، هناك بعض البنوك بدأت من عام 2000 وبنوك بدأت من عام 1997، بدأت بفكرة إنجاز أو تأسيس بنك يعتمد على الموقع الإلكتروني فقط. أنا أذكر في عام 2009 قمت بعمل رسالة ماجستير كانت تتحدث عن البنوك الإلكترونية، وكانت هناك نتائج هائلة مستقبلية بأن هذه البنوك سوف تصبح البديل. إذا نحن نتحدث من وقت بعيد عن هذه التقنية التي الآن بدأت بالظهور بشكل أكبر، وتم الصرف على هذه التقنية بشكل أكبر بسبب جائحة كورونا التي غيرت معالم الاقتصاد بكل صدق وأعطت اهتمام أكبر للتكنولوجيا، وهذا هو المطلوب. النمو الاقتصادي لهذه الدول سوف يزداد بسبب سهولة استخدام الخدمات المصرفية ودقة البيانات والمعلومات لأنها مؤتمتة وتستخدم الذكاء الاصطناعي، وجود مساحات كبيرة إلكترونية يمكن تخزين البيانات عليها والوصول إلى هذه البيانات بشكل سريع جدا. هذا الأمر سوف يؤدي إلى تغيير شكل الاقتصاد وإلى أرقام النمو سوف تكون مختلفة في الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات القادمة، سوف نتحدث عن فوائد. هذا أنا ما أراه في المستقبل القريب. لهذا السبب ستجد
مثلا في منطقتنا، إذا أردنا نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط، مثلا في المملكة العربية السعودية إلى الآن تم ترخيص 3 بنوك رقمية 100%. هناك بنك أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد أعتقد مشاريع لبنوك أخرى، بنك اسمه بنك المارية وهو بنك محلي. كنت في نقاش عن كيفية عمل هذا البنك منذ أيام، وهو يعني هناك تقنيات صراحة هائلة في القدرة على التحقق من شخصية العملاء، عدم وجود فروع، قدرة على تلبية كل الخدمات والمتطلبات التي يريدها العميل بشكل سريع، دون الحاجة للذهاب إلى أي بنك، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى أي فرع. وإن أراد العميل بشكل من الأشكال أراد أن يتعامل مع فرع من الفروع حتى يقوم بإيداع مبلغ كاش، هناك ما يعرف بالفروع الذكية، وهي فروع موجودة في الشارع ولكن لا يوجد فيها أي موظف، فيها روبوت آلي أو فيها ATM تفاعلية أو ماشين أو صراف تفاعلي. داخل هذا الصراف يوجد شاشة ويوجد موظف من الممكن أن يخدم هذا العميل، إذن لا يوجد تواصل بشري وجه لوجه أو حقيقي ملموس مع العملاء، وإنما التواصل كله إلكتروني. وكل هذه العمليات بثغراتها وأخطائها إن كانت هناك أخطاء، وأمورها الصحيحة إن كانت جميعها صحيحة ستكون مسجلة ومثبتة، لا يمكن يعني اختراق هذه البيانات والمعلومات بشكل سهل كما يحدث في البنوك التقليدية. نسمع كثيرا طبعا البنوك التقليدية، سمعنا الكثير عن بعض الأخطاء، عن بعض الأمور التي حصلت، عن أرباح غير مستحقة لهذه البنوك قد أخذتها، عن تمويلات لم تكن دقيقة. السبب هو عدم وجود أتمتة لكل شيء، الذكاء الاصطناعي لم يكن موجود. طبعا الساحة المصرفية خلال الفترة الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في التكنولوجيا المصرفية، من أبرزها انتشار هذه البنوك التي نتحدث عنها، وهذا الأمر يعتبر اتجاها حديثا وسوف يؤثر بشكل من الأشكال على البنوك التقليدية. لماذا نريد البنوك التقليدية؟ لماذا نريد البنوك الرقمية؟ نريد البنوك الرقمية لأن عمليات التجارة الإلكترونية أصبحت احتياجا كبيرا، وأصبحت تحتاج لبنوك رقمية تتماشى مع حاجاتها. الآن الجميع يعمل وفق أحيانا التجارة الإلكترونية، الجميع يتواصل من خلال الإنترنت أو الزوم أو التيم، يتواصل من خلال الواتساب. أعتقد الآن أغلبنا الموجودين في هذه الجلسة الكريمة في هذه الورشة نحن أونلاين، موجودين أونلاين على إحدى المنصات، على إنستغرام، فيسبوك، واتساب، موجودين الآن. إذا أحد أرسل لنا رسالة سوف نستطيع أن نقرأها. إذن هنا فرصة كبيرة للبنوك للوصول إلى العملاء، وأيضا العملاء لديهم رغبة في التواصل مع البنك بشكل مستمر. البنك التقليدي لا يستطيع أن يخدم ويقدم هذه الخدمات بشكل نهائي، وإن كان لديه بعض الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق الموبايل، ولكن هذا لا يكفي. هناك تجربة في دولة الإمارات لأحد البنوك التقليدية، هو بنك المشرق. هذا البنك قام بتأسيس بنك تكنولوجي أو بنك رقمي خاص آخر باسم آخر سماه مشرق نيو. هذا البنك هو بنك رقمي 100%، لا يتصل بالبنك التقليدي الموجود لديهم، والفروع لا يوجد فروع لهذا البنك، فهو بنك متكامل مرخص يتم إدارته بشكل رقمي بشكل كامل. إذن النقلة لا بد منها، والبنوك التقليدية الموجودة اليوم، الموجودة في فروعها، موجودة في الشوارع، يجب أن تدرك مدى أهمية فهم البنوك الرقمية والتحول إلى الرقمنة بشكل كامل، وليس فقط التحول من خلال الموقع الإلكتروني أو الموبايل آب، الموضوع أكبر من ذلك. طبعا كما تحدثنا بأن جائحة كورونا الحالية قامت بتسليط الضوء على حاجة المؤسسات المالية إلى تسريع تحولاتها الرقمية وتسريع تقديم خدمات رقمية تتماشى مع الجائحة، ولكن خلال هذه الجائحة اكتشفنا ما لم يتم التركيز عليه سابقا. اكتشفنا بأن هذا العمل قد وفر الكثير من التكاليف، قد أعطى مزيد من الوقت للأشخاص للجلوس مع عوائلهم، قد أعطى مزيد من الوقت
لنا للتفكير والانتباه على أنفسنا كأشخاص. ربما نستطيع أن نذهب للرياضة، نذهب للسباحة، ولا نضيع المزيد من الوقت في البنوك والبحث عن مواقف للسيارات أو المشي حتى نصل إلى صراف آلي معين. البنك الرقمي المتكامل الدقيق سوف يقدم كل هذه الخدمات. لكي تظل الصناعة المصرفية مواكبة للعصر يجب أن تتحول. لهذا السبب الكثير من الشركات المتخصصة في علوم الفينتك أو المتخصصة في الفاينانشال تكنولوجي أو المالية التكنولوجية قامت بتأسيس هذه البنوك، بدأت بأفكار لتأسيس هذه البنوك الرقمية بما يتماشى أيضا مع فكرة وجود الأصول المشفرة أو الأصول الرقمية والعملات الرقمية والعملات المشفرة. لدينا طبعا هناك فروق بين كلمة مشفرة وكلمة رقمية، لن يسعنا الوقت للحديث عنها، إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى ونتحدث عن هذه التفاصيل. وصلت هذه الشركات الناشئة إلى نماذج لبناء بنوك رقمية على منصات البلوك تشين، وبنوك رقمية تعتمد بشكل كامل في بياناتها وفي الانترفيسز أو الواجهات الموجودة لديها، الواجهات الموجودة في الويب سايت أو الواجهات الموجودة في التطبيقات التي يستخدمها العميل، تعتمد على البيئة السحابية. إذا لديها قدرات هائلة لأخذ البيانات وعمل البروسيسنج أو عمل التنفيذ للعمليات بشكل سريع، ربما لا يتجاوز الخمس ثواني أحيانا لإنجاز العملية وتسجيلها بشكل نهائي وإرسال تقرير إلى الإيميل أو تقرير للعميل على الموبايل. يعد اعتماد أحدث التقنيات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء أساس هذه الخدمات المصرفية الرقمية الحقيقية والتحول الكامل. أركز مرة أخرى على فكرة هناك خدمات رقمية حقيقية وهناك خدمات رقمية تقدمها البنوك التقليدية. الحقيقية هي التي تمت برمجتها على منصات البلوك تشين. المنافسة كبيرة الآن بين شركات صغيرة لديها تطلعات كبيرة بأن تصبح بنوك رقمية متكاملة، وبين البنوك الكبيرة جدا التي لديها التاريخ والاسم ولديها القدرة على إدارة الأصول المصرفية والنظر في عمليات التمويل وإعطاء القرار الأمثل بعد الدراسة الحكيمة وعلوم المصارف وتاريخ المصارف. هناك منافسة غير عادلة بين هذه البنوك التقليدية الكبيرة مثل سيتي بانك، دويتشه بانك، بانك أوف أمريكا، البنوك الموجودة مثلا الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات، البنوك الكبيرة الموجودة في السعودية. هناك منافسة بين هذه الكيانات المصرفية الضخمة التي لديها التاريخ وبين الشركات الفينتك الصغيرة التي تحاول أن تصبح بنوك رقمية. ليس لدينا مكان للمنافسة الآن، لذلك البنوك التقليدية وجدت أنه من الأفضل أن يتم الدمج. وقد بدأت هذه البنوك التقليدية أو العادية الموجودة في الشارع بدأت بتطوير هذه المنتجات والتحول بشكل رقمي، طبعا ليس كل البنوك، التحول بشكل رقمي من خلال الاعتماد على الشركات الصغيرة أو شركات الفينتك التي لديها التكنولوجيا الكاملة ولكن لا تمتلك الخبرة المصرفية الكافية. لدينا الآن الكثير من النماذج، كثير من البنوك الرقمية ليس لديها الخبرات المصرفية الكافية، ولكن هي بنوك رقمية لديها الملايين من العملاء، وسوف ننظر إلى ذلك في الدقائق القادمة. طبعا هذا الأمر كله سوف يصب في مصلحة من؟ سوف يصب في مصلحة المستخدم، سوف يحصل على خدمات مصرفية بأقل التكاليف، وأيضا سوف يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام، لأن هذه البيانات سوف تكون دقيقة ومرقمنة أو مبرمجة بشكل مسبق، والخطأ فيها شبه صفري، وبالتالي سوف يكون لدينا نمو اقتصادي حقيقي في المستقبل، ولدينا أيضا تقليل التكاليف، زيادة كفاءة الشركات التي تعمل بشكل إلكتروني لأنها لديها بيئة مشابهة لبيئتها. الكثير من مراكز التدريب الإلكترونية أو الديجيتال مثل مركز الطائف مثلا أو غيرها من الشركات التي تعمل في الاستيراد والتصدير، أحيانا الآن يوجد لدينا جامعات متكاملة تعمل بشكل رقمي، يوجد لدينا شركات تقوم ببيع وشراء الأصول
المالية مثل الأسهم والسندات، الصكوك الذكية وهي أيضا من الأفكار المهمة. كل هذه الأصول وهذه التفاعلات أو هذه الأنشطة سوف تجد لديها شريك مصرفي متكامل يشابهها في العمل، فهو ليس بنك تقليدي، ولا تضطر أن تذهب وأن تواجه أي شخص وجها لوجه، فأنت تعمل من خلال الكاميرا الخاصة بك، تعمل من خلال الأدفايسز أو الأجهزة التي تكون موجودة في مكتبك، ليتأكد البنك من هويتك. وأيضا هذه الرقمنة سوف تنقلنا جميعا إلى مكان أفضل من خلال الحكومات الإلكترونية التي تعمل الآن وتحاول أن تطبق خدماتها على منصات البلوك تشين، حتى نكون لسنا بحاجة إلى أي تدقيق أو أي تأكد من صحة البيانات والمعلومات الموجودة لدينا. إذا إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي هذا البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية، لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات على القنوات الإلكترونية فقط، وإنما هي بنوك متكاملة يجب أن تحتوي أو يكون فيها كل ما هو خادم للعميل ليؤدي له أو يقدم له الخدمة المصرفية السريعة. إن أراد أن يحصل على قرض فهو يحصل على القرض خلال ثواني. يستطيع البنك الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي تقييم حالة العميل بشكل سريع والوصول إلى بيانات هذا العميل وإلى بيانات أخرى تساعد البنك في اتخاذ القرار لإصدار قرض معين لهذا الشخص، وبالتالي هذا العميل يستطيع أن يعرف إن كان بقدرته أخذ القرض أم لا. نفس الموضوع بالنسبة للاستثمار، نفس الموضوع بالنسبة للكثير جدا من الأمور. المنافسة أيضا بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية هو أن البنوك الرقمية قد بدأت برؤوس أموال صغيرة لا تحتاج إلى مساهمين وإلى أعضاء مجلس إدارة كثر وإلى شير هولدرز في السوق أو مساهمين في السوق المالي لديهم أسهم ويقيمون عمل هذا البنك الذي قام بتوزيع الأرباح أم لم يقم، وإنما هذه البنوك قد اعتمدت على رؤوس أموال مغامرة صغيرة، واستطاعت الوصول بسبب فهمها للنموذج الرقمي وفهمها للمنصات وفهمها في البرمجة. إذا المنافسة هنا بين التقليدي والرقمي صعب، وبالتالي أفضل قرار للرؤساء التنفيذيين ولأعضاء مجالس الإدارات في البنوك التقليدية هو الاندماج أو السيطرة على بعض الشركات التي تعمل في الرقمنة أو الفينتك، وإنشاء منصات رقمية حقيقية أو العمل على تأسيس بنوك رقمية مختلفة عن البنوك الأساسية التي تعمل من خلالها هذه البنوك التقليدية. طبعا لدينا فكرة مهمة، أنا قد كتبت هذه الفكرة ولن يسعني الوقت لشرح هذه الفكرة بشكل كامل، ولكن يجب أن نعلم بأنه لا يمكن للعملات الرقمية والعملات المشفرة أن تستمر دون وجود بنوك رقمية. هذه العملات في لحظة من اللحظات سوف تتحول إلى أموال عادية مثلها مثل الأموال الموجودة في جيوبنا الآن. هي ليست عملات للاستثمار فقط، هي عملات للاستخدام. سوف نستخدم هذه العملات الرقمية سواء كانت البيتكوين أو غير البيتكوين، إن استمرت البيتكوين أو غيرها من العملات، سوف تتحول إلى عملات تحفظ القيمة مثلها مثل اليورو مثل الدولار. حتى اليورو سوف يصبح رقمي، حتى الدولار، الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن لديهم مشروع لإعطاء أو لإنجاز عملة رقمية مشتركة. إذن لن نستطيع أن نكمل في عالم العملات الرقمية والعملات المشفرة دون أن يكون هناك بنوك رقمية متكاملة تقبل هذه العملات وتتعامل بها، ويصبح هناك ربط كبير بين الأطراف وبشكل آمن، وبشكل آمن وبشكل كبير جدا من المصداقية. إذن المصرفية الرقمية مهمة، ولكن يجب علينا أن نعرف بأن المصرفية التقليدية أيضا ما زالت مهمة بسبب الخبرة وبسبب التاريخ الكبير. وبالتالي بنك تقليدي لديه اسمه ولديه عملائه لن يتم الاستغناء عنه بهذه السهولة والانتقال إلى البنك الرقمي. طبعا
أنا شخصيا الآن إذا أردت أن أفتح حساب في بنك رقمي، وقد فتحت حساب في بنك رقمي، سوف أفكر كثيرا هل أودع كل أموالي في هذا الحساب، هل أستثمر خلال هذا الحساب أم لا، وأعود أيضا بالتفكير إلى البنك التقليدي الذي أعمل معه، وهو البنك الذي لديه اسمه ولديه يعني أرصدة موجودة في البنك المركزي. إذا نحن ما زلنا بحاجة إلى البنوك التقليدية، وبحاجة إلى هذه الأسماء الكبيرة، وبحاجة إلى الخبرات الكبيرة المصرفية، ولكن بشكل رقمي حقيقي وليس بشكل مواقع إلكترونية وتطبيقات على الهاتف المحمول. هذا لا يكفي. إذا أفضل طريقة هو أن تكون هذه البنوك الرقمية قد أخذت المصداقية والاسم من البنوك التقليدية، وأخذت الخبرات المصرفية من البنوك التقليدية الموجودة في الشوارع التي سوف تقل عدد فروعها حتما. الآن لا أجد الكثير من البنوك تفتح فروع جديدة، وإنما تحاول أن تصل إلى العملاء من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال الهاتف ومن خلال تطبيق الموبايل. ولكن أيضا هذا الأمر لا يكفي، البنوك الرقمية الحقيقية سوف تصل إلى كل الكرة الأرضية دون استثناء، من دون وجود أي فرع، فقط سوف توظف وتركز على المتخصصين في الصيرفة الرقمية، وعلى المهندسين المتخصصين في البرمجة، وعلى المهندسين المتخصصين في منصات البلوك تشين، وعلى الخبراء المصرفيين الذين يتعاملون مع هذه التقنيات الرقمية الجديدة، وبالتالي يستطيعون الوصول وبشكل سهل إلى كل الكرة الأرضية. إذا نستطيع القول بأن الرقمنة هي ضرورة ملحة. هناك فوائد كبيرة جدا من فكرة تغيير البنوك التقليدية إلى رقمية. التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط على صعيد العملاء كما تحدثنا سابقا، وإنما المؤسسات المالية والمصرفية سوف تحظى بخفض كبير لتكاليفها. لا يوجد المزيد من الفروع، لا يوجد صرف للكهرباء، لا يوجد المزيد من الإيجارات. الجهد والوقت سوف يصبح يعني يمكن التحكم به، سوف يكون هناك تحسين للكفاءة التشغيلية بشكل كبير، سوف يكون هناك تركيز على بناء إجراءات وبناء شروط بسيطة يمكن برمجتها على منصات البلوك تشين، وبناء ما يعرف بالعقود الذكية، وبالتالي كل شيء سوف يكون إلكتروني. الموظف سوف يتابع ويدير فقط هذه العمليات، لن يقوم بهذه العمليات بنفسه. الفرق شاسع. إذا نحن على أعتاب حياة رقمية مصرفية ومالية جديدة، غير موضوع العملات الرقمية والعملات المشفرة. العملات الرقمية والعملات المشفرة هي ليست سوى البداية، هذه فقط بداية، ولكن المستقبل القريب سوف يكون للتعامل المصرفي الرقمي، والجميع يستطيع أن يدخل وبسهولة إلى هذه البنوك ويفتح حساب، وعملياته سوف تكون آمنة، وأيضا الجهات الرقمية سوف تكون متأكدة من أن كل ما يتم داخل هذا البنك هو مراقب ويمكن الوصول إليه بشكل سهل. طبعا إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أصلا هذا البنك من أي هجوم سيبراني، هذه أيضا من التحديات التي تواجهها البنوك الرقمية دائما. طبعا فكرة وجود بنوك رقمية والانتقال من التقليدية إلى الرقمية سوف توفر فرص كبيرة لتقديم منتجات مبتكرة وإبداعية، سوف يتم تمويل قطاعات لم يتم تمويلها سابقا. الآن البنك التقليدي، إن ذهب أي شخص لديه مشروع جديد يريد أن يحصل على تمويل معين من خلال البنك التقليدي، وقال أنا أريد أن أفتح مثلا مصنع للآيس كريم في المنطقة الفلانية، غالبا لأنه مشروع جديد سيتم رفض هذا المشروع من قبل البنك التقليدي، لأنه لا يستطيع السيطرة على هذا المشروع، ولا أيضا ليس لديه من يرغب في تمويل هذا المشروع من عملائه، لأن البنوك أيضا هي تأخذ الأموال والودائع من الأشخاص وتقوم بتمويل المشاريع من هذه الودائع، والجميع يريد أرباح أعلى، ويريد بنفس الوقت مخاطر أقل. البنك الرقمي يستطيع أن يمول هذه المشاريع بسهولة شديدة جدا من خلال الكثير جدا من المنتجات المبتكرة. من الممكن أن يعرض هذا المشروع على منصاته ويطلب من الملايين الذين يتابعونه أن يقوموا بتمويل هذا المشروع ومتابعة هذا المشروع بشكل لحظي، ربما من خلال شاشة
الكمبيوتر أو من خلال الآيفون تستطيع أن تتابع مبيعات هذا المشروع الذي قمت بالمشاركة به، وبالتالي الإيداع قد دخل إلى البنك وذهب مباشرة وبشكل شفاف جدا أمام هذا العميل إلى المشروع الذي يقوم ببيع الآيس كريم. وغالبا هذا المشروع سوف ينجح لأنه سيكون مدعوم بالكثير من الأفكار والإجراءات، والأمور سوف تكون مرتبة أكثر بسبب وجود هذا البنك الرقمي ووجود الدعم الموجود من جميع عملاء هذا البنك لهذا المشروع. إذا نحن نتحدث صدقا عن خدمات مبتكرة وجديدة. نتحدث قليلا عن البنوك التي الموجودة في السعودية والموجودة في الإمارات. لدينا 3 تراخيص إلى الآن في المملكة العربية السعودية، وفي دولة الإمارات لدينا بنك اسمه بنك المارية، ويوجد أيضا مشاريع لبنوك أخرى سيتم ترخيصها قريبا. طبعا بالنسبة لأهم البنوك التي تصدرت الرقمنة أو البنوك الرقمية الموجودة حول العالم التي لا تمتلك فروع، في عام 2020 أو 2021، 2020 2021 كان أكبر البنوك وأهم البنوك هو بنك نو بانك. هذا البنك مقره في البرازيل، وهو من البنوك الرقمية العالمية. طبعا الكثير من الحضور لم يسمع بهذا البنك بسبب عدم وجود داعم باسم كبير، يعني لم يحتضنه بنك سيتي بانك مثلا أو أي بنك آخر لديه تاريخ. لذلك هذا البنك لا غير معروف في منطقتنا، ولكن هو بنك كبير جدا ومعروف جدا في البرازيل، وهو من البنوك الأكبر، يعتبر من البنوك الأكبر خلال عام 2021 أيضا، بعدما سجل تقييمه نحو 25 مليار دولار. وطبعا هذا البنك تأسس في عام 2013 بأعضاء مجلس إدارة وبأشخاص كانوا يعملون أصلا في وظائف أخرى ولم يكونوا متفرغين لإنشاء هذا البنك. يبلغ عدد عملاء هذا البنك حوالي 35 مليون عميل الآن. أنت تتحدث عن رقم هائل وضخم جدا، الجميع يستطيع أن يودع في هذا البنك وأن يحصل على كافة الخدمات المصرفية، وهو بنك مرخص. في المرتبة الثانية جاء بنك تشايمي الذي تأسس بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا في عام 2013، ويصل تقييمه لنحو 14.5 مليار دولار. أنت تتحدث عن أرقام هائلة تنافس البنوك التقليدية. عدد عملاء هذا البنك 12 مليون عميل. هذا الوصول إلى 12 مليون عميل يعتبر عدد كبير جدا. البنوك التقليدية تحتاج إلى فتح فروع إقليمية حول العالم لتصل إلى هذا العدد، فإمكانية الوصول إلى عدد كبير من العملاء أيضا يعتبر من التحديات التي تواجهها البنوك التقليدية. عدد العملاء لدى بعض البنوك الرقمية يزيد عن عدد سكان بعض الدول. أيضا هناك بنوك رقمية على فكرة من عام 2003 قد بدأت كأفكار وقد تطورت. أما بنك صوفي، هناك بنك اسمه صوفي الذي تأسس في عام 2010، وهو يعني قبل أن يكون هناك كورونا أو هذه المشاكل والتركيز على التكنولوجيا، كان في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء بالمرتبة الثالثة بتقييم يبلغ 9 مليار إلى عام 2021، ويصل عدد عملائه الآن إلى 7.5 مليون متعامل. طبعا أغلب العملاء قد انضموا إلى هذه البنوك في عام 2018-2019 عندما بدأت جائحة كورونا. رابع بنك بالترتيب من البنوك الأهم بحسب فوربس وبحسب الكثير من المجلات الإحصائية، رابع بنك هو بنك تينكوف الذي تأسس في روسيا عام 2006، ويقيم الآن ب 6.3 مليار دولار، وعدد عملائه 13 مليون عميل. وأيضا المرتبة الخامسة هو بنك ريفولت الذي تأسس في عام 2015 ومقره بريطانيا، وبلغ تقييمه 5.5 مليار دولار، وعدد عملائه بلغ 15 مليون عميل. هذه البنوك بكل تأكيد الآن هي تخدم العملات الرقمية وتخدم العملات المشفرة بشكل من الأشكال، وفي حال وجود عملات مرخصة من البنوك المركزية سوف يكون لهذه البنوك حظوة للنمو بشكل أكبر. أيضا نتحدث الآن عن بعض الفوائد الكبيرة للبنوك الرقمية وأنواع هذه البنوك. طبعا تبسط البنوك الرقمية عملية الصيرفة للأفراد من خلال الاستفادة من التكنولوجيا. إذا عملية التعامل مع البنك سوف تصبح حالة بسيطة، الكثير جدا من الأشخاص لديهم أموال
ولا يحبون الذهاب إلى البنك، ولا يريد أن يجلس أمام موظف أو موظفة البنك ويتحدث عن نفسه ويعطي معلوماته ويظهر هويته، لا يريد. أنا أعرف شخصيا كثير من الأشخاص لا يحب ذلك، خاصة كبار في السن. الآن الرقمية، البنوك الرقمية سوف تسمح لهؤلاء الأشخاص، طبعا إذا كان كبير في السن ممكن أن يساعده شخص، سوف تسمح له بالتعامل وفتح حساب ومراقبة هذا الحساب بشكل دائم وبشكل دقيق جدا. طبعا أنواع البنوك الرقمية تنقسم بشكل عام إلى النويو بانكس والتشالنجر بانكس، هناك نوعين من البنوك وهناك أيضا أنواع أخرى، النويو بانكس والتشالنجر بانكس. سوف نحاول أن نتعرف على الأنواع هذه. النويو التشالنجر بانكس هو عبارة عن شركات فينتك، يعني شركات تكنولوجيا لديها تراخيص مصرفية خاصة، إذا هي ليست مرخصة كبنوك بشكل عام تسمى تشالنجر بانكس. يعني تستطيع تقديم الخدمات المصرفية التقليدية بطريقة مرنة وتعد منافسا وتعد منافسا كبيرا للبنوك التقليدية. إذا تشالنجر بانكس هي بنوك تقليدية مرخصة، ولكن هي بالأساس شركات فينتك، يعني شركات تكنولوجيا، وتستفيد وتأخذ من الخبرات المصرفية وتضيفها إلى مشروعاتها الإلكترونية. ومن أبرز هذه البنوك، بنوك تشالنجر، هي بنك مونزو البريطاني، وبنك ريفولت البريطاني، وبنك 26N أو RN 26 الألماني، هي بنوك تعتبر تشالنجر بانكس، هي بنوك تستطيع أن تقدم كافة الخدمات المصرفية. وتمتلك هذه البنوك أحيانا فروعا مثل البنوك التقليدية، تستقبل العملاء ولكن على نطاق صغير جدا وستتلاشى مع الوقت. النوع الثاني الشائع من البنوك الرقمية هو النويو بانكس، وهو أيضا شائع جدا، وتختلف عن التشالنجر بانكس بكونها بنوك رقمية فقط وليس لديها أي فروع قائمة. هي نويو بانكس بنوك رقمية 100%، تستخدم الويب سايتس والتطبيقات الموبايل، لديها تواجد على منصات البلوك تشين في أغلبها، وهي بنوك تقدم خدمات ديجيتال حقيقية للأفراد. تتواصل هذه البنوك مع العملاء عبر التطبيقات الأجهزة المحمولة والمنصات الرقمية التي تكون أكثر سهولة في الاستخدام، كما أن خدماتها تكون مجانية. بعض البنوك قد تم توصيلها بالجهاز الثلاجة البراد في المنزل، فأنت تستطيع أن تدفع قيمة مشترياتك بشكل مباشر من خلال البراد عندما تطلب كيلو موز، كيلو تفاح وهكذا، فأنت تخصم فورا من حسابك الرقمي الموجود مع البنك الرقمي الذي يؤمن لك هذه المشتريات، والكثير جدا من الخدمات الأخرى التي تعتبر الآن غريبة بالنسبة إلينا ولكن ستكون موجودة في الأسواق قريبا. هناك تقرير من البزنس انسايدر انتليجنس يقول بأن هناك 39 مليون مستخدم لدى هذه المصارف الرقمية بنهاية 2019 وأكثر، وهي بنوك النويو بانكس، وهي التي لا تمتلك نهائيا فروع مصرفية. النوع الثالث الأقل شيوعا من البنوك الرقمية هو البيتا بانكس. البيتا بانكس وهي عادة ما تكون تابعة لبنوك تجارية قائمة وتقدم خدمات مالية من خلال ترخيص الشركة الأم، مثل البنك الذي يسمى بنك نويو مشرق، وهو أحد البنوك التابعة للبنك المشرق. هذه تسمى بيتا بانكس، وهي قد أخذت الترخيص والخبرات من البنوك الأساسية، وأيضا هي تعتبر تجربة جميلة جدا ومهمة، بشرط أن تكون هذه البنوك في المستقبل بنوك يعني متكاملة تعمل على منصات البلوك تشين. طبعا هذه البنوك تنشأ كوسيلة لدخول أسواق جديدة وتقديم خدمات محدودة لقاعدة أوسع من المستهلكين، وبالطبع إذا تم التركيز والدفع لهذه البنوك مثل البيتا بانكس سوف تصل بسهولة إلى أعداد هائلة من العملاء. وحول أبرز نماذج البيتا بانكس المعروفة يأتي بنك إيل بانك أو إي آي بانك، وهو مشروع مشترك بين شركتين صينيتين هما السيتيك بانك كروب وشركة بادو، التي تقدم الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي. النوع الأخير من البنوك كما تحدثنا، البنوك الرقمية، تعرف ببنوك النو أو النون بانكس. نون بانكس أو البنوك غير المصرفية هي مؤسسات مالية لا تعتبر بنوك كاملة، تسمى نون بانكس، ولا تقدم خدمات الإقراض والإيداع، وإنما تقدم خدمات الكريدت كارد مثلا، أو خدمة معينة مثلا مصرفية لعمليات الدفع،
تسمى نان بانكس وأيضا تنتشر بشكل كبير. يمكن للبنوك غير المصرفية النان بانكس تقديم بطاقات الائتمان أو خدمات الإقراض دون وجود الودائع، فممكن أن تشارك في بعض المشروعات. بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية نحو 4 مليارات دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تقارب 11 مليار دولار في 2027. أنا متوقع أكثر بكثير من هذا الرقم، إذا 11 مليار لا تكفي. كما تحدثنا، وهناك فوائد كبيرة جدا من فكرة التغيير إلى البنوك الرقمية: توفير الوقت والجهد على العملاء، تخفيف الضغوط عن العاملين، التركيز أكثر على الحياة الاجتماعية، تقليل تكلفة المواصلات، تسهيل التعاملات المالية، عدم وجود الورق. أيضا الورق الذي يصرف بشكل يومي يكلف الدول ملايين ويكلف البنوك الملايين من الدولارات. تسهيل التعاملات المالية، تسهيل نقل الأموال من حساب مصرفي إلى آخر، لسنا بحاجة إلى التعامل مع النقد والكاش، وبالتالي الدخول إلى أسواق والوصول إلى عدد أكبر من العملاء فقط تحتاج إلى خط إنترنت جيد لتصبح عميلا لدى هذا البنك. سوف أتحدث قليلا عن الخدمات المصرفية السحابية التي تحدثنا عنها في بداية هذا اللقاء الطيب. هذه الخدمات المصرفية السحابية تساعد الخدمات المصرفية السحابية في تشكيل مستقبل الخدمات المالية، وبالتالي كل البنوك التي ستكون قوية في تقديم خدماتها يجب أن تكون عاملة وفق ما يعرف بالبيئة السحابية. شو هي البيئة السحابية؟ البيئة السحابية هي التي يعني تفيد في مصارعة التحديات التي تواجهها الصناعة المصرفية والمؤسسات المالية. دائما البنوك تحتاج إلى مكان لتخزين البيانات الضخمة، تحتاج إلى تخزين بيانات العملاء، إلى حفظ أرقام الحسابات، حفظ المبالغ الموجودة على السيرفرز أو على السيستم الخاص بالبنك. البيئة السحابية سوف تستوعب أكبر قدر ممكن من التخزين وبسرعة كبيرة جدا، ودون أن يظهر ذلك أمام العميل أو أمام الموظف الذي يقدم هذه الخدمة. هي سريعة جدا، يعني أمر يشابه الجوجل درايف ولكن بشكل أكبر بكثير. يعني الآن نستطيع أن نخزن ملف على الجوجل درايف، وأشارك معكم رابط هذا الملف وتستطيعون أن تصلوا إلى هذه المعلومة بسهولة. ولكن البيئة السحابية سوف تواجه تحديات التخزين وتبادل البيانات، وسيكون ذلك بسرعة هائلة وبسعات تخزين ضخمة. طبعا سوف تكون مشتركة مع منصات البلوك تشين في البنك الرقمي، وبالتالي تقدم الخدمات بسرعة كبيرة جدا. طبعا البيئة السحابية الآن كثير من الجهات الحكومية تنتقل إلى هذه البيئة. ما هي الخدمات المصرفية السحابية؟ يمكن مقارنة الحوسبة السحابية مثلا بمصدر الكهرباء أو الغاز في المنزل، أو أنها نصوص خدمات هاتفية أو تلفزيونية مرئية والبريدية كذلك. فكل تلك الخدمات الموجودة لدينا في المنزل يتم توفيرها للمستخدمين في صيغة سلسة ومستساغة ليتم فهمها بسهولة. غاز، تدفع فاتورة الغاز وتحصل الغاز، ولكن كيف تحصل على هذا الغاز؟ لا تعرف بالضبط. أنا أتحدث عن المنازل التي فيها غاز من داخل البناء وليست غاز بجرة الغاز. التلفزيون نفس الموضوع، الكهرباء نفس الموضوع. البيئة السحابية سوف تكون بنفس الفكرة، سوف تقدم الخدمة على شاشات الهاتف أو شاشات اللابتوب أمامنا، ولكن نحن لا نعرف التعقيدات الموجودة خلف هذه البيئة، ولكن هذه البيئة السحابية سوف تيسر العمل وتسرعه بشكل هائل جدا. طبعا هذا يتماشى أيضا مع سرعة الإنترنت الذي سوف يغير شكل كبير من أشكال العالم، وهو الجي 5 أو الجيل الجديد من الإنترنت والسرعات الهائلة التي سوف تكون. طبعا بصورة مشابهة، الحوسبة السحابية أو الخدمات البيئة السحابية توفر وتعرض لمطوري تطبيقات الحاسوب مثل البنوك الرقمية التي لديها منتجات موجودة على تطبيقات الحاسوب والمستخدمين في وقت ذاته وجهة سهلة وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية المعقدة. وهنا نلاحظ أن عملية توفير المتعهدين للخدمات الإلكترونية المجردة عبر الشبكة العنكبوتية يطلق عليها السحابة. إذا تستطيع أن تقوم بإنشاء بنك سحابي، يعني بنك يعتمد في تخزين بياناته وتبادل البيانات مع عملائه على البيئة السحابية. ربما تجد مثلا مطعم سحابي، ربما تجد أي تطبيق آخر يعتمد على هذه البيئة، وهي التي تكون مشتركة مع تقنيات أخرى
مهمة جدا. لا يمكننا إغلاق الحديث عن البنوك الرقمية دون الحديث عن تقنية البلوك تشين. ما هي تقنية البلوك تشين بشكل مختصر جدا؟ تقنية البلوك تشين هي عبارة عن دفتر، مثلا مثل دفتر الأستاذ، دفتر أستاذ للبيانات اللامركزية، يعني بيانات لا تنطلق من مركز محدد أو سيرفر محدد، وإنما تكون موزعة نسخ من هذه البيانات على جميع السيرفرات المشتركة في هذا الدفتر. فعندما أفتح حساب أنا أصبحت مشتركا مع الآخرين على هذه المنصة، وبالتالي معلوماتي سوف تكون موجودة ومخزنة عندي وعند كل الأطراف الأخرى لا يستطيعون النظر إلى هذه البيانات والمعلومات، ولكن لا يستطيع أحد أيضا أن يعدل على هذه البيانات إلا بموافقتي وبعلم الجميع، وبالتالي هي آمنة جدا. تتيح هذه التقنية، تقنية البلوك تشين، لمجموعة من المشاركين إمكانية مشاركة البيانات، نفسها تكون موجودة في البنوك الرقمية، وبالتالي هي تعتبر أداة ممتازة يمكن استخدامها. استخدام تقنية البلوك تشين يمكن جمع البيانات للمعاملات المختلفة من مصادر متعددة ومشاركتها، ويمكن تقسيم هذه البيانات إلى مجموعات مشتركة يتم ربطها بمعرفات فريدة في شكل علامة تجزئة تشفيرية. طبعا توفر تقنية البلوك تشين نزاهة البيانات بمصدر واحد للحقيقة، مما يلغي تكرار البيانات ويزيد من الأمان ويقلل الحاجة إلى مزيد من المدققين والمزيد من الجهات الرقابية، لأن كل شيء سوف يكون مخزن ولا يمكن تعديله بشكل سهل أو حذفه. طبعا في نظام البلوك تشين يتم منع الاحتيال والتلاعب بالبيانات، لأنه لا يمكن تغيير البيانات دون إذن من النصاب القانوني للأطراف، دون إذن مسبق من جميع الأطراف التي تمت إضافتهم إلى المنصة المحددة. يمكن مشاركة دفتر الأستاذ الذي تحدثنا عنه الموجودة فيه هذه الكتل أو البلوك تشينز، يمكن مشاركته ولكن لا يمكن تغييره. إذا أستطيع أن أشارك هذا الملف ولكن لا أحد يستطيع أن يغيره دون إذن مسبق من الأطراف التي لديها علاقة بهذا العمل. إذا حاول أحد الأشخاص تغيير البيانات فسيتم تنبيه الجميع وسيعرفون من يقوم بذلك، إذا الأمور ستكون مفضوحة. إذا نحن لسنا بحاجة إلى مفاهيم الحوكمة، ويمكن أن نطبق مفاهيم الحوكمة بشكل رقمي وباستخدام منصات البلوك تشين. هنا لدينا شكل كيف يعمل البلوك تشين بشكل سريع جدا. مثلا إذا أراد شخص أراد أن يرسل أموال لشخص آخر، يتم نقل العملية وتجميعها في كتلة جديدة، هذه الكتلة الموجودة هنا، ويذهب الأمر ويتجمع هذه الأوامر أو العمليات في كتلة. بعد ذلك الخطوة الثالثة يتم إرسال هذه الكتل للتأكد منها إلى جميع المشاركين. إذا ترسل هذه الكتلة أو الفكرة إلى جميع المشاركين في هذه الخدمة أو المشاركين في هذه المنصة. بعد ذلك كل مشترك، في النقطة الرابعة، كل مشترك يسجل الكتلة في نسخته من قاعدة البيانات، يصبح لديه نسخة ويتحقق من هذه النسخة، الجهاز الكمبيوتر اللي عنده يتحقق من هذه النسخة مدى مصداقية البيانات ومدى تطابقها للشروط. إن لم تكن مطابقة للشروط فالسيستم سوف يرفضها، وبعد ذلك تدخل الكتلة إلى سلسلة الكتل والتي تحتوي على معلومات عن كل العمليات السابقة، وتنتهي العملية وتنتقل الأموال بشكل آمن من طرف إلى طرف. أعلم بأن شرح من تقنية البلوك تشين ليس واضحا كثيرا الآن، أنا تحدثت بشكل بسيط جدا، ولكن يحتاج إلى محاضرات لشرحه وكيف يمكن استخدامه في العملات المشفرة واستخدامه أيضا في البنوك الرقمية. هذا ما لدينا لليوم، وشكرا جزيلا لكم، وننتظر إن شاء الله الأسئلة من إخوتنا الأكارم. جزاكم الله كل خير. جزاك الله خير دكتور طايف، شكرا لك على هذا الجلسة الجميلة. Thank you very much once again for being with us, for giving this beautiful session. I know very little Arabic, but hopefully I don't disappoint anybody by saying it. That's so, great. That's great. And enough. You know the Inshallah. support. So thank you so much. Inshallah, Inshallah, in near future, we want to do courses with you together. So that more people can benefit with your professional. Inshallah. Thank you so much, brother.
Thank you very much, Brother Ahmad, as well. I joined late, but I was listening to it. And Assalamu alaikum. And thank you once again to Thank all you. the participants, and especially Brother Ahmad for your time. I know you have your very busy schedule. Thank you very much, all. And inshallah, we look forward to having more sessions with Brother Ahmad. And we are planning a course as well with Brother Ahmed. So follow the LinkedIn pages and other website of taiflearning.com. We'll keep you posted, inshallah. Many more exciting things from Brother Ahmed are on the way. Thank you so much. Thank you so much, Brother Zia. Thank you for Taif Institute for this opportunity. And inshallah, we will complete our projects together and provide the benefit for all of people. Thank you so much. Inshallah, thank you. So with this, we come to the end of this session. SN is looking very smart. So he switched on the camera to show us. Yes. So, mashallah. And Brother Ahmad also looking very thank smart. Thank you. So. Thank you. Thank you. Thank you so much, brother. Okay. So, thank you all. Have a nice weekend where the weekend is still there, or enjoy the rest of the weekend. And if the weekend is ending today, then a nice working day is ahead for you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This session is concluded. Thank you very much. Thank you so much. Assalamu alaikum.